أظن أن السؤال الكبير الذي خرجنا منه من هذه المدارسة هو سؤال تفعيل، وإجابتي على هذا السؤال الذي وجه إلي هو أن من المنطقي أنه لكي نتقدم خطوة إلى الأمام لابد من تفعيل ما ننتجه من قوانين ومن قواعد. فبالنسبة لي يعني ما جاء في الدستور الجديد عن الأسرة هو خطوة جد متقدمة، لأن الحديث الدستور عن الأسرة باعتبارها هي الخلية الأساسية في المجتمع هذه نظرة جد متقدمة، لكن ينبغي أن نشير إلى أن هذه الخطوة في الدستور الجديد كانت أيضا سبقتها خطوات أخرى، لعل أهمها هي يعني إعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية وإخراج مدونة الأسرة بهذا الاسم إلى الوجود. يعني نحن أمام خيارين، إما أن ننتقل مباشرة إلى تفعيل هذه أحكام الدستور الجديد فيما يتعلق بالأسرة، أو إلى النظر في ما فعل من 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 أحكام متعلقة بالمدونة، ثم الانتقال تدريجيا بعد ذلك إلى تفعيل ما جاء في الدستور الجديد. أرى أنه من المنطقي أن حتى نمر من مرحلة إلى مرحلة بسلاسة لابد من الوقوف عند كل مرحلة تقويم للتفعيل وللتطبيق. وهنا أشير إلى الكثير من الدراسات التي أنجزت في هذا الباب، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات التي أنجزت حول تطبيق قانون الأسرة، إلى أي مدى هذه القوانين وهذه المواد والنصوص استجابت لحاجيات المجتمع، ما هي الثغرات والاختلالات التي يمكن أن تكون إما في القوانين ذاتها أو في طرق تفعيلها، موقف المجتمع من هذه الأحكام وفهمه لها، هل المجتمع أهل حقا لتقبل ولتلقي هذه الأحكام، ثم بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الخطوة الأخرى الثانية وهي تفعيل أولا فهم حقيقي لفلسفة الدستور الجديد فيما يتعلق بالأسرة، ثم تفعيل هذه المواد بشكل يجيب على انتظارات الأسر المغربية والمجتمع المغربي، ويأخذ بعين الاعتبار أيضا الاختلالات التي ربما قد تكون قد وقعت خلال تطبيق أحكام مدونة الأسرة. شكراً.